مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في الجمعية مع الدكتور محمد الكحلاوي، أخصائي في الأمراض العصبية والنفسية. كان عنده لقاء مع سناء 12 سنة، وكذلك الأب ديالها، حوالي أكثر من ساعتين. شنو التشخيص اللي شاف الطبيب؟ تبعوا معايا. دكتور مشكور، الله يجازيك بخير ويقبل اجرك. تصنتي لسناء 12 سنه بشكل منفرد، عفوا، بشكل منفرد، وكذلك الاب ديالها. اعطيني كيفاش شفتي الوضع ديال هذه البنيه من الاول، لا من عندها ولا من عند الاب؟ تفضل دكتور. تفضل. شكرا، شكرا ليك. بالنسبه لسناء وبالنسبه للاب ديالها، حاولنا نديروا واحد التقييم تقريبا شامل للحاله النفسيه ديالهم، باش نخرجوا بواحد الخلاصه، ياك، باش نشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوا الابنه سناء، الطفله سناء، الام سناء، وكيفاش نقدروا نعاونوا الاب ديالها، وكيفاش نقدروا نعاونوا المحيط ديالها. لانه ما كنشوفش غير سناء فقط، وانما كنشوف الاب ديالها، كنشوف الام ديالها، كنشوف الاخوان ديالها، كنشوف الجد ديالها، كنشوف المحيط ديالها، العائله الصغيره ديالها والعائله الكبيره ديالها. اشنا هما هاد التداعيات ديال هذا الحدث السلبي؟ اشنا هو هاد التداعيات ديال هذا الاغتصاب المتكرر اللي دام تقريبا لمده واحد سنه لهاد البنت التي تغتصب تقريبا كل اسبوع، ياك؟ شنو هي التداعيات النفسيه والتداعيات الاجتماعيه ايضا؟ بالنسبه لسناء، كان واحد الصدمه، واحد الاثار ديال الصدمه، واحد الاثار ديال عدم الوعي بما وقع، فحال ما عارفاش شنو وقع، ما عارفاش شنو وقع ليها وهي تحت الصدمه. كاينين كوابيس بالليل، كاين اضطرابات ديال النوم، كاين خلعه، كاين قلق، كاين توتر، كاين واحد المزاج اللي هو متقلب، اني مره شويه مزيان، مره مقلقه ومعصبه وما عارفاش علاش، ياك. كاينين مشاكل ديال الشهيه، الا لاحظنا انه كان عندها مشكل ديال الوزن، ومن مورا هذا الحدث ديال هاد، غنسميه الذنب الامومه، لانه هو فعلا ما كانش واحد الحمل عن تراضي، ولا واحد الحمل عن رغبه، ولا واحد الحمل اللي غير مرغوب فيه. وملي كيكون الحمل غير مرغوب فيه وتحت الضغط ديال العائله، تحت الضغط ديال المحيط، اللي ما قداتش تخبر العائله ديالها، الى درجه انه حتى بقات تقريبا اسبوعين عاد العائله ديالها عرفوها. ما كنشوفش غير المده ديال 9 شهور اللي هي حامله، وانما كنشوف تقريبا 9 شهور ديال الحمل، وسنه ديال الضغط، سنه ديال الارهاب، سنه ديال العنف، سنه ديال التهديد النفسي والتهديد الجسدي، اللي هادشي كله عنده واحد العواقب نفسيه، واحد التداعيات اللي كاينه حاليا، وربما كاينين شي حوايج اللي غيبانوا لنا في المستقبل مع توالي الاسابيع وتوالي الشهور، عاد ربما الامور غتبان اكثر. امتى غتبان اكثر؟ ملي الطفله اللي هي طفله سناء، ملي غتبدا توعى بالدور ديال الام، لانه للاسف هي باقا في دور الطفله، دور الطفله اللي خاصها المدرسه، اللي خاصها تلعب، اللي خاصها تلعب مع الاصدقاء ديالها، اللي خاصها التفرج، اللي خاص الناس، الوالدين ديالها يتهلاو فيها ويعطيوها العطف والحنان والرعايه، اللي هي لقات راسها في واحد الوقيته هي ولات مجبره، لان الظروف حطاتها باش تولي هي كأم، وهي تولي تربي، لان جات في واحد المرحله انتقاليه اللي ماشي لو انه كان زواج، ربما نسبيا نقدروا نقولوا نتكلموا على زواج القاصرات، وربما كانت واحد الرغبه وكان واحد الزواج ديال تراضي، ولكن ملي كيولي حمل عن اغتصاب، عندي هنا جوج مشاكل. عندي المشكل ديال الاغتصاب، ياك، والمشكل ديال الحمل، والمشكل ديال انه يكون عندك ابن تولي ام وانت في عمرك 12 سنه. راه كلمات ربما نطقا كيبانوا بساط، ولكن حجما وكما وضغطا عندهم واحد التداعيات كبيره نفسيه عليها. لانه علاش هذا الشيء كيولي انه كيقيسها في الثقه في النفس ديالها، في الثقه في النفس، كيفاش كتشوف راسها، التقدير للذات ديالها كيبدا ينقص، كيوليو يبانوا لينا
كاينين اعراض ديال الاكتئاب وربما غيبانوا لنا مستقبلا اعراض وحدين اخرين. هذا الشيء علاش الدور ديال المواكبه النفسيه من طرف طبيب نفسي ومن طرف معالج نفسي من اجل الدعم النفسي، من اجل المواكبه النفسيه، من اجل علاج ديال علاج بالجلسات، العلاج السلوكي المعرفي، باش نقدوا هذه البنيه دوز لنا هذه المرحله هذه باقل الاضرار السلبيه الممكنه عليها وعلى المحيط ديالها. لانه من هنا لواحد شهرين ولا من هنا لواحد 3 شهور الابن ديالها غيبدا يكبر، وقد ما الابن كيكبر المسؤوليات كتزاد، يقدر يمرض، يقدر مثلا بعد حقه خاصو التلقيح ديالو. واش هي هاد الابنه ك 12 سنه في كامل عندها كامل القدرات وكامل الاهليه ياك باش تقدر تقوم لنا بهاد المهمه بهاد المهمات؟ الجواب هو لا، ما عندهاش الاهليه. واللي لاحظنا ايضا انه كاين واحد المشكل على مستوى الادراك، على مستوى الفهم، وعلى مستوى التركيز. وهذا الشيء جاء ما بعد الصدمه، ما بعد هذه الاغتصابات، ما بعد هذه الضغوطات المتكرره اللي مورست عليها لمده هذه السنتين تقريبا، السنه ديال الاغتصابات والسنه ديال الحمل. لانه البنيه في واحد الحاله مزريه من الناحيه النفسيه، واحد الحاله اللي خاصها دعم نفسي، لا من طرف العائله ديالها، لا من طرف المحيط ديالها، لا من طرف الجمعيات الحقوقيه، لا من طرف الهيئات المجتمع المدني. خاص الجهود تكاتف باش هاد الامور تدوز بردا وسلاما عليها. انا عندي استاذي الفاضل سؤال واحد في جوهر الموضوع، هي في الواقع اللي تبعه عدد كبير من المغاربه انه الاسرار ديال داكشي اللي طردت هي ما صرحتش العائله وصرحات عند رجال الدرك. بطبيعه الحال نعلم جيدا انه الابحاث ديال الدرك ولا الشرطه فيهم بطبيعه الحال ناس متخصصين في الشق النفسي اللي يقدروا ياخذوا من عند المعطيات باش مشات المسطره. انت كطبيب قدرت تسرد لك القصه، قدرت تعاود لك معاناه ديالي يعني بشكل سطحي. حنا نعلم جيدا ان بعض الاسرار ما تقدرش تقولهم لينا، ولكن طريقه التواصل انت اكتشفتي بزاف، شتي هذا التاخر اللي عندها دابا انطلاقا من الواقعه. هاد الاسرار اللي عطات رجال الدرك في الملف، حتى انت ملي دخلتي مع واحد ساعه وساعه ونصف كيفاش شفتي الامور؟ قدرت تعاود لك البنيه كتحكي، ولكن كتحكي بخوف، بقلق، بتوتر، بواحد خايف انه توقع عليها شي حاجه، خايفه مازال داك الخوف من انه دوك التهديدات التي هددت بها في الماضي انه يعاودوا داك الشيء. بحال راه باقي بحال يلاه وقع غير البارح، داكشي بحال مازال جديد، مازال هذوك لي فلاش انه دوك الحادثه او حوادث الاغتصابات كيجيوني كل ليله بحال انه غتوقع ليا شي حاجه. وهذا الشيء واخا للاسف ملي كتكون صدمه بعض الاحيان ما كنبقاوش عاقلين على التفاصيل ولي ديتاي ديال الحادث. بعض المرات تحت صدمه ملي كتكون صدمه كتسمى عندنا واحد لا ميموار تروماتيك، واحد الذاكره اللي فيها واحد النوع ديال الصدمه اللي كتخلينا شي حوايج ما كنبقاوش عاقلين عليهم. انه اللي غنقول انه في هذه المساله هذا كاين ضغط، كاينين ازمه، كاين مشاكل ياك اللي خاصنا نتعاملوا معاها بحذر ياك، لا ليها هي لا على المحيط ديالها، باش هاد الامور يدوز نسبيا نسبيا. وكنركز على مساله النسبيه، تكون نسبيا من الناحيه النفسيه يدوزوا لنا الامور مزيان. وشنو الهدف ديالها؟ الهدف ديالنا من هذا الشيء كامل هو نضمنوا لها واحد جوده حياه نفسيه نسبيا مقاده لها والمحيط ديالها. السؤال الاخير اللي عندي هو المرحله الثانيه، ملي كملتي معاه استضفتي الاب، جلستي في جلسه معاه سريه حتى هي بطبيعه الحال، داولتي معاه في وقت كافي، كيفاش شفتي الوضع ديال الاب؟ الاب الله يحسن ليه العوان في ظل الظروف اللي هو فيها، لانه احسن الاب بعد الظروف الضاغطه اللي وقعت لي في الحياه ديالو، من بعد كتجي هاد الصدمه ديال واحد البنيه اللي كيكون مثلا عنده فيها واحد الامل كبير في الحياه، وكتجي وكيلقى انه شي ناس اللي كانوا هما اهل الثقه ديالو اللي هما بعض الجيران ديالو وكيجي وكيغتصبوا فلذه الكبد ديالك، راه مساله ماشي سهله، راه مساله صعيبه انها تقبل هذه المساله هذه. شي احسن الانسان كيولي عنده حتى داك العنصر الثقه انه يثق في الاخر ما كتبقاش، لان حتى عنصر الثقه كيتقاس حتى في الشخصيه ديالنا نقدو نتهزو، كيولي عندنا مشاكل في النعاس، الخاطر ماشي هو هذاك. وخاصنا حنا في واحد المرحله اللي الخاطر ديال الاب
ضروري خاصو يكون، لأنه هو القائد اللي خاص يرعى لينا البنية، اللي خاص يرعى الوليدات الآخرين اللي لا محالة كاينين تأثيرات نفسية عليهم، لأنه كنعرفوا ملي كيوقعوا بعض الأحداث في حال هكا من الناحية المجتمعية كيكون واحد الوصم، ولا نقدر نسميه بين قوسين واحد النبذ من الناحية المجتمعية. وهذا الوصم هذا خاص يكون القائد اللي هو هنا الأب، خاص يكون في كامل قواه النفسية وتكون عنده المناعة النفسية باش يقدر يواجه هذا الشيء في أحسن ظروف ممكنة. السؤال الأخير هو التتبع ديالك سواء على مستوى الأب ولا الابنة بشكل مختصر المراحل الأخرى إن شاء الله اللي كتشوف بأنه كاين الأمل والطريقة اللي غادي تناول إن شاء الله اللي تنور إلى عام أكثر، كيفاش تتبعهم أستاذ محمد؟ كيفاش نقدم نتبعوهم خصوصا بالنسبة للابن سناء في راهي؟ نقدروا نديروا جلسات دعم نفسي ومواكبة نفسية، لأنه حتى في السن ديالها واحد السن حرج ياك، اللي حتى بالنسبة للأدوية كاين شي أدوية اللي صعاب نقدروا نعطيوها في هذا السن، اللي خاصة دابا الرعاية، الحب، العطف، العناية والاهتمام والدعم النفسي. بالنسبة للأب نقدروا نتواصلوا معاه بطريقة منتظمة باش نقدروا نعاونوه من الناحية النفسية باش يكون إن شاء الله مزيان، واحد الطريقة موسمية، واحد مرة في 15 يوم أو لا مرة في الشهر باش نقدروا نعاونوه باش يكون لينا مزيان إن شاء الله. دكتور شكرا لك، الله يوفقك يا ربي في هذه المهمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا محمد الطبيب متخصص الأمور العصبية والنفسية تناول الملف من جميع الجوانب، كيف شاف سنة 12 سنة، كيف شاف الأب ديالها هو حاليا مقبل على تتبع الوضع ديالهم والتشخيص ديال الحالة ديالهم بشكل كبير. مشاهدينا الكرام لتنوير الرأي العام أكثر، مشكور الدكتور محمد اللي ساهم معنا في الموضوع، وغادي نوضعوا رقم الهاتف ديالو في أسفل الشاشة للتواصل مع هذا الطبيب الشاب، له الحمد لله ما يكفي من تجربة في المجال وكذلك يساهم في الأعمال الخيرية بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.